يقول استبدلت الذهب القديم من محل الذهب بذهب جديد وزدت عليه بعض النقود، فما الحكم في ذلك؟ هذا حرام، هذه مسألة المدعجوة لا تجوز. تعمل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تبيع الذهب الذي لا تريده تبيعه بدراهم، ثم تشتري بالدراهم ذهبا يوافق رغبتك. هذا هو الحل الشرعي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بيع ذهب بذهب مع زيادة في أحد الذهبين فهذا ربا. نعم.